السعودية للتبادل التجاري والأمني وغيرها. فأنا الأوان يكون نبعث رسائل ممكن تفتح صفحة جديدة أنت مع السعودية؟ طبعا الصفحة جميل، لكن يكون هنالك نقاط جادة. يعني دخلوك الكعبة بعد وين تريد؟ هذا استحقاق إلهي. شلون استحقاق إلهي؟ الله سبحانه وتعالى. تتوقع يوما ما أبدا لا في الرؤية شخص شيعي معمم يدخل إلى الكعبة بهذه الطريقة وباستقبال رسمي؟ أي مو أنت شفت أنت بعد بالتويتر هذا الأخ، يا الأخ هو هذا العدو الصهيوني اللي كوهين الذي تقول عجبا أن نرى عمامة شيعية تدخل إلى جوف الكعبة، ولا عجب أنه سيأتي يوم يدخل الحسن نصر الله وبشار الأسد إلى جوف الكعبة. بصراحة الصهاينة مدركين أنه هذا الشيء المفروض أن يغذى بالفتن. هو ليش مستهجن؟ أنا رجل مسلم والكعبة كعبة المسلمين وليس كعبة السنة أو كعبة الشيعة، وهي المسلمين وأنا أحد أفراد المسلمين. دخولي لماذا سبب قلق لهؤلاء؟ لماذا سبب؟ حتى بعض المتعصبين والمتشددين في السعودية تكلموا ضد المملكة وضدي، وأنه كيف يدخل هذا الرافضي، كيف يدخل إلى جوف الكعبة، لماذا مسلم نشهد الشهادتين ونستقبل القبلة بسبب مواقفك السياسية من السعودية؟ لا، هم كانوا لأنه رافضي. إذا قرأت الهاشتاكات وبعض هذا، لأنه كيف تدخل هذه العمامة الرافضية إلى الكعبة المشرفة؟ البعض وصفها بأنه انكسار لك. أبدا، كان شموخ إلي، العيب على الذي كان يسميني ميليشيات وكذا وكذا، وأنا جلست واستقبال ولم يصدر منهم شيء. لم يصدر شيء. ثانيا أنا حياتي ثمن لما أعتقد، صار غزوان. طيب. ثمن لما أعتقد، عندما أكون في الموقف الصح وفي خدمة بلدي وعملي وأنا محافظ على كل مبادئي، أنا في شموخ. إذا طلعت هاشتاغ ثاني اسمه إعدام الشيخ نمر النمر، شو تقول؟ أنا